هذه ليست أول مرة مثل ما قلت حضرتك هجوم إيراني، ولكن يبدو لي أنه هذه ربما تكون أفشل محاولة إيرانية للهجوم إذا صح التعبير. أولاً الشركة هي ليست مملوكة للدولة الإسرائيلية، هي مملوكة لمالك إسرائيلي أو لشركة إسرائيلية، عفواً السفينة مملوكة لشركة إسرائيلية وليست للدولة الإسرائيلية. لا نعرف إذا كان هذا المالك له علاقات استخبارية معينة، له علاقات عسكرية معينة إلى آخره، لم يتوضح ذلك أبداً لا في سيرته ولا في الحديث عنه وإلى آخره. هاي واحدة. اثنين، الأضرار كانت جداً طفيفة بالسفينة، يعني لم تصبها، لم تعطلها حتى عن رحلتها، يعني مضت في رحلتها بشكل عادي وطبيعي جدا. ثلاثة، تبين لاحقا وكما قلت أوضحت حضرتك بأن السفينة أو الشركة المالكة للسفينة لم تعد أصلا هي نفس الشركة الإسرائيلية، السفينة تم بيعها أو أعطاها لشركة أخرى، وهذه الشركة الأخرى هي شركة بريطانية، وحسب التحريات اللي أظهرتها الوسائل العالمية أنه هذه الشركة البريطانية ليس لها علاقة بإسرائيل من قريب ومن بعيد. طيب، هذا هو الظاهر على الأقل. هل هناك شيء آخر غير الظاهر؟ هل مثلا هناك تعتيم على حقيقة الأضرار في هذه السفينة؟ هل هناك تعتيم على علاقة معينة لهذه السفينة بشأن إسرائيلي أمني أو نووي أو إلى آخره بأي شكل من الأشكال؟ يعني لا تظهر ولا تبدو لحد الآن، كما أنه إيران نفسها أو القوى المرتبطة بإيران يعني لم تفصح أي شيء له علاقة بهذه السفينة، لم تفصح عن مسؤوليتها عن العملية. يعني لا تعد الأمر أن يكون مجرد تكهنات إعلامية من طرف إعلام دولي.